العالمين. تباشري الحساب أغلى حبيب، واحة الأحساء. الأحساء الواحة الغناء الزاخرة بالقدرة والظلال والعيون، أرض الخيرات والجمال والطيبين من الناس، المحافظة الأكبر في الشرقية، وموطن العديد من الحضارات القديمة، وأبرز المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة، فهي المنطقة التي تستحق زيارتك. هي العطاء بنخيلها والعذوبة بمياه عيونها، أعجوبة تنبض بالجمال، سطر الزمان فيها صفحاته بخطوط من ذهب، وتغنى بها الحاضر بأعذب الألحان. هي محافظة الأحساء، أكبر واحة للنخيل في العالم، تقع في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية، ويتميز موقعها بأنها تقع بين مدينتين كبيرتين هما الرياض والدمام، كما تربط المحافظة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتتنوع تضاريس المنطقة بين المرتفعات الجبلية والمسطحات المائية، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية. وتتميز الأحساء بتربة زراعية خصبة جعلها من أكبر واحات النخيل في العالم. وللأحساء مناخ قاري، فهو حار صيفاً بارد شتاءً، وتتساقط الأمطار غالباً في فصل الخريف بكميات متفاوتة، ويكون الجو في الشتاء بديعاً، وهو أفضل وقت لزيارة المحافظة للاستمتاع بها. لكل مدينة سحرها، لكن للأحساء سحر الأساطير، فهي عاصمة النخيل التي تأسر قلوب زوارها، كما تلف بالشوق أفئدة أبنائها، تفاجئ القادمين إليها بسحر البسمة وعذوبة الكلمة وكرم الضيافة، حتى لترخي النخيل أعنتها أمام القادمين. هي واحة النخيل التي يتحد فيها هوى الشعراء مع قامات النخيل الباسقات، التي تنبت الأرض فيها شعراء مثل ما تنبت النخيل، وحيث تجري فيها بحور القصيد كما تجري مياه الساقية. فكل الشعراء الذين أنجبتهم الأحساء أو الشعراء الذين مروا بها هاموا بها عشقا. عراقة الأحساء لا حد لها، حيث تبدو كقطعة نفيسة من تراث، ففي كل زاوية تاريخ ينبض، وعند كل مفرق تراث يتكلم، وبين بساتينها تكتنز الحكايات. زائر الأحساء لا يمل ولا يسأم، فحيثما توجه ثمة تاريخ وتراث، وأينما جلس ثمة شعر وأدب، وكلما شعر الإنسان بالحنين للعودة لحضن الماضي الجميل، وكلما حن للسفر إلى حيث الأصالة والجزالة والتراث العريق، كانت الأحساء تفتح ذراعيها لتروي غليل المحبين. زائر الأحساء الذي يقصد الطريق الزراعي المسمى طريق القرى، يدخل وسط واحة زراعية متناهية الجمال، ويمر عبر قنوات المياه التي تشق طريقها، وفي كل زاوية يقف شباب محليون يسوقون منتجات البساتين. ولد الحسة ما يبيع إلا الزين، ولد الحسة ما يبيع إلا الزين، أمها واليوم على هواك السعر اليوم، أمها واليوم على هواك السعر اليوم، أمها وأمها وخلف أمي اليوم على هواك السعر اليوم، اليوم السعر على هواك، ولد الحسة ما عنده إلا الزين. يا هلا والله، يا هلا مرحبا ابويا. شوف الحجاوي على كم الشباب بواك يا حجي، بواك لا كل وين تكفي حجي على كم من جهمي بالجو على هواك طيب كم هواك
كم كيلو؟ على هواك طيب الجمع على هواك طيب كلك بسرعه. من الرطب والتين والرمان والليمون يذكر أن الأحساء تزخر بالعيون الطبيعية التي تجاوزت 6,000 عين، وعبر الأفق ينتصب جبل القارة أبرز المعالم السياحية الطبيعية في الأحساء وأكثر المواقع التاريخية شهرة، وبحيرة الأصفر وجبل الأربع ومسجد جواثة التاريخي وقصر إبراهيم الشهير ومسجد القبة وقصر صاهود في مدينة المبرز، بالإضافة لسوق القيصرية التراثي التاريخي الشهير. ومن هنا أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني عن تسجيل موقع واحة الأحساء في المنطقة الشرقية ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو خلال اجتماع لجنة التراث العالمي. ولكن نحن كنا مؤمنين بالإحساء، ليس من ناحية أن تحمسنا وأن هذا تحدي، لكن كان فعلا عندنا إيمان عميق بأن الإحساء هي من أهم المواقع اللي ممكن تسجل على مستوى اليونسكو. يعني لم نجامل في قضية، هي منطقة أصيلة عريقة برجالها بأدبها بتاريخها بكل ما فيها من مقومات تجعلها فعلا مكان تاريخي له إرث عظيم في تاريخ العالم. البداية كانت الفكرة من أساسا من الأمير سلطان بن سلمان سمر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، هو اللي كان خلف الفكرة من البداية، وكان متحمس جدا لتسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي. في بداية الملف رفض الملف بأكمله، وهذه تعتبر طبعا شكلت عندنا تحدي كبير أمام المجتمع بأن نقوم وندافع عن موجوداتنا عن تاريخنا. لذلك الإحساء كما سجلت اليوم ليست هي موقع تراث محلي، هي الآن موقع تراث عالمي محمي بأنظمة معينة ومحمي بطبقات بأنظمة زي المواقع سجلتها. وتعتبر واحة الأحساء هي خامس موقع سعودي يضم للقائمة بعد مجموعة أخرى من المواقع المدرجة. وكان انضمام واحة الأحساء لقائمة التراث العالمي لكونها تعد أكبر واحة طبيعية محاطة بالرمال، وتمتلك مجموعة من المعالم والمزايا الطبيعية التي تؤهلها للتنافسية في التراث العالمي، ولكونها أيضاً من أشهر واحات النخيل التي تزخر بعيون المياه العذبة وتضم أكثر من 3 مليون نخلة منتجة للتمور. وقد أشار الأمير سلطان في كلمة له بأن المملكة قدمت هدية لمنظمة اليونسكو ومواقع التراث العالمي ممثلة في واحة الأحساء التي عاصرت آخر تغير مناخي في الجزيرة العربية والفترات الإنسانية المتعاقبة فيها. كما أشار إلى أن المملكة الآن تعيش نقلة مهمة في مجال الحفاظ على تراثها واستثماره كمورد اقتصادي، مشيداً باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لقطاع التراث الوطني، والذي توجه برعايته الكريمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يجمع تحت مظلته برامج ومشروعات التراث، ومنها مسار تسجيل المواقع التراثية السعودية في قائمة التراث العالمي. وقد تغنى كثير من الشعراء في حب الأحساء، فمنهم من قال: الشعر والتمر يا أحساء عيناك، وثغرك الماء والدنيا حكاياك، لما نظرت إلينا وابتسمت جرى نهر قصيد ونخل من محياك. ومنهم من غزل بعض الأبيات مخاطبا الأحساء: ما زلت ساهرة على الميثاق، تتصيدين خواطر العشاق، وتحلقين على ارتفاع كرامة
من روحهم علوية الآفاق وتهربين رسائل العشب التي كتبت بماء الفضة الرقراق. التمر قافية القلوب ووزنها، والشعر بعض مواهب الأعذاق. كما قال آخر: الحساء جمالاً ترتدي حللا، الرأس منها يضاهي حسن أخمصها، انطرت في الجو تبصر دوحة نشرت تلك الغصون فزاد الحسن منظرها. كما أشار سموه في كلمته عن الأحساء: الأحساء لها تاريخ حضاري يمتد لآلاف السنين، ولها تاريخها الاقتصادي كونها واحة قديمة، وهذا هو حقيقة مسار التسجيل، حيث تم تسجيل الأحساء كواحة نابضة حية استمرت على مدى أكثر من 5000 سنة. أما أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، فقد أطلق عدداً من مشروعات الهيئة في مجال التراث العالمي والمتاحف في محافظة الأحساء، شملت عدداً من مشروعات الترميم والتأهيل للمواقع التراثية وعدد من المباني التراثية بواحة الأحساء، إضافة إلى تطوير وتأهيل وترميم 10 مواقع تراثية هي مشروع قصر إبراهيم، مشروع قصر صاهود، مشروع قصر خزام، قصر محيرس، مشروع المدرسة الأميرية، مشروع بيت البيعة، مشروع مسجد جواثة، مشروع عين نجم، مشروع مباني منطقة العقير التاريخية. وأصبحت الأحساء موقع تراثي عالمي، وأصبحنا أحسائيو الانتماء التراثي، نفخر بذلك الانتماء ونسعى لتفخر بنا الأحساء.